يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قول الله سبحانه تكون الجبال كالعهن المنفوش مع قوله سبحانه في هذه السورة وسيرت الجبال فكانت سرابا؟ الجبال لها أحوال، هذا يحمل على أن الجبال يأتي عليها أحوال، تارة تكون كالعهن، تارة تكون هباء هباء منثورة، وتارة تكون سرابا، لها أحوال. نعم.